صاحب هادي هادي وهبادي تذبحني يا عيونه ومعذب فوادي لصاحب هادي هادي وهبادي تذبحني يا لايف ات فايف من عبر ستار اف ام، مستمر دايما عبر هوا ستار اف ام. وهلأ انا جدا فخور لانه رح يكون ضيفي نجم متميز، انا بحب صوته وبحب حضوره وبحب اخلاقه وبحب قلبه وبحب عقله وفنه. هو طارق المنهالي، مطرب وملحن وعازف لآلة العود، تخرج من بيت العود في أبوظبي تحت إشراف الموسيقار نصير شمة وتدريب الموزع الناجح فتح الله أحمد. النجم طارق المنهالي يجمع بين الأصالة والحداثة، وفنان بغوص في بحث الفنون، فنون الصحراء وجماليات البحر، ويهتم كثيرا بالتراث. آخر سطرين هدول كتير بهموني، هلأ برجع خلال هيدا الاتصال بقدر اتفهم منه كل هالمواضيع. يسعد لي أوقاتك نجمنا طارق المنهالي، كيفك؟ الله يطول عمرك أستاذ فاروق، كيف حالك؟ عساك طيب حبيبي. طيب وإن شاء الله أنت دايما طيب وسعيد. يا أستاذي بالبداية نحن كلنا محجورين، كلنا بالبيوت، وأنتو كفنانين طبعا بتكون عندكم صعوبة بالبقاء بالبيت مدة طويلة، فخبرني بالبداية كيف مقضى أيامك أو يومك بشكل عام، كيف عم بتقطعوا؟ أولاً الله يسعد لي أيامك، قبل ما ندخل في السؤال أستاذ فاروق، الله يسعد لي أيامك حبيبي، الحمد لله على سلامتك طال عمرك، وشكراً على المقدمة والإطراء اللي إن شاء الله أني أستحقه، الله يبقيك يطول عمرك. ثانياً طال عمرك أوجه تحية لمستمعينكم ستار اف ام، وأمسي عليهم وين ما كانوا، والله يحميهم ويانا إن شاء الله وكل الأمة من هالغمة بإذن الله يا رب. بالنسبة لسؤالك يا طويل العمر والسلامة، لا أنا سعيد، موضوع الحجر الصحي مو بني سعيد سعادة إن ليش أنا محبوس، لا أكيد، لكن فعلا المرحلة هذه هي مرحلة نقاهة، طلعت معانا كمية من الألحان، الأشغال اللي ما خلصناها خلصناها في هالفترة، يعني اللي كان عنده أشياء كان مأخر ان لضيق وقته انه يحصلها، لا احنا حصلنا متسع من الوقت، نقعد مع اهالينا نراجع حساباتنا، نستمع الفاروق درزي ايضا كثير حبيبي وهو عن بعد يعني، ونركز اكثر بعد حبيب القلب. يا عزيزي بدنا نحكي شوي عن طبعا تاريخك مشرف كتير الفني، ولكن هون طارق المنهالي يجمع بين الأصالة والحداثة، أوكي، وفنان يغوص في بحث فنون الصحراء وجماليات البحر ويهتم كثيرا بالتراث، يهتم كثيرا بالتراث هيدي أنا أكيد منها، ولكن الشيء اللي بدي أفهمه منك وأتعرف عليه، تغوص في بحر فنون الصحراء وجماليات البحر، خبرني عن النقطة هاي. والله يا طويل العمر بحكم أني أنا طبعا تخرجت من أكاديمية بيت العود العربي ودرست الموسيقى الخليجية بشكل عام، يهمني دائما التعمق في التراث، يعني أقوم بتجديد الماضي بالحاضر،
نعم. يعني كيف أشرح لك؟ أختار دائما أعمال تكون تراثية، وأستهدف أيضا مو بس صحراء الخليج. نعم. أنا غنيت في الصحراء المغرب العربي في السنة اللي طافت في مهرجان طنطان، قدمنا عمل جدا ناجح. دائما أستهدف التراث لأجل أكون دقيق في أي بلد ممكن أني أنا أتوجه أبا يستمع إلى صوتي أو يستمع إلى فني أو يستمع إلى ألحان. نعم. من هالمحور أنا أتوقع أن أتت كلمة الأصالة، يعني بشكل عام أركز دائما على في كلمة دائما يقولون عنها لتعرف أصل الكلمة رجعها لأصلها الثلاثي. أنا دائما عشان أبحث عن أي فن جميل أعيد الأصل، أبحث عن الماضي وأحاول أحدث فيه أو أطوره إن استطعت طبعا. نعم. طيب أستاذي، سؤال هون، في حال بدك توجه كلمة لهالناس ولجمهورك يعني بشكل خاص وبشكل عام لكل الناس اللي عم تسمعنا هلأ اللي هي بالحجر، وفي ناس بتعرف حاسة بملل، ناس بكلل، ناس عم بتحاول تقطع الوقت بطريقة، ولكن في بعض الأحيان عم بصير نوع من التعنيف الأسري لما بيكون الأسرة متواجدة كتير كل يوم بيوم، ممكن الرجال يعمل مشاكل مع زوجته، ممكن الأب يتخلق مع أولاده، يعني عم بصير في نوع من التعنيف. هلأ طبعا مش بالإمارات، يعني بشكل عام نحن عم نحكي داخل دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات بكل أنحاء العالم. كيف بتوجه كلمة لرب الأسرة أنه يتعامل مع عائلته كونك أنت كمان رب أسرة؟ الله يطول عمرك. أولا حابب أوجه تحية لكل الأسر وكل اللي يعني يعانوا من ضغوطات من الحجر أو من التعقيم، مرحلة التعقيم هذه. أولا أنا ما يعني بقول كلمة، الله يطول عمر الشيوخ، على قولة الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، الله يحفظه، ما في شيء تعتلون همه لجل أنكم تنضغطوا، هذا واحد. الحمد لله الدولة بخير وكل كل الناس بمعيتها طيبة، وفي نفس الأوقات رب الأسرة أوجه له أفضل تحية. حاول على قولتكم تروق، ودائما تعيش لحظات جميلة في كنف الأسرة هذه اللي أنت في الوقت الحالي ما كنت تملك الوقت، كنت دائما تتحجج يا رب الأسرة أنك ما عندك وقت تقعد مع الأولاد، ما عندك وقت تودي الأولاد، ما عندك وقت تشوف أهلك إلا ساعات قليلة. استغلها في أمتع اللحظات، استغل أسوأ ما أنت تتوقع أنه سيء والبعد عن الجميع من كلمة سوء في شيء تستفيد منه أنت وعائلتك. مارسوا هواياتكم الجميلة في المنزل، العب أنت وأطفالك، شوف فيلم أنت معهم، إذا كنت تعزف عود مثلي ومثل عيالي أيضا غني معهم، ما شاء الله عليهم ما شاء الله. إيه. وبعد في نصيحة جدا ممتازة، اسمع فاروق درسي. يا حبيب القلب، شو أحلى من هيك يعني. حبيب في أحلى كمان من أغانيك ومن صوتك ومن قعدتك. أستاذ طارق، سؤال كمان كتير مهم هون، رح نحكينا عن الجانب السيء ولكن الجانب المشرق كمان، ما بنعتبر بذات الوقت أنه هالقعدة بالبيت مع الأسرة هيدا عم بيزيد من الترابط الأسري؟ طبعا جدا عظيم. هلا يزيد من الترابط الأسري، يزيد من الألفة، ويزيد إنه ممكن في أشياء أنت كنت غافل عنها تكتشفها أيضا. عظيم. هلأ خلال القعدة بالبيت أنت عم تحضر أعمال، عم تطالع، عم تقعد مع الأولاد، هلأ في شغلة كتير مهمة، هل أنت بتتواصل أو بتنشط على السوشيال ميديا، بتتواصل مع الأصدقاء، بتعطي وقت قديه بتعطيهم وقت للأصدقاء والمعارف تبعولك؟ والله كل الجمهور له عيوني، وقدر ما أستطيع أني أنا أحاول أني أوفر جهدي أني أقدم لهم مادة يستحقونها، سواء كانت لايف يعني مباشرة كانت أو مسجل. نعم. وبالنسبة لعائلتي طبعا أعطيهم وقتهم، وجمهوري طبعا أنا دائما أشتغل من أجله في كل الحالات، أنا أعمل وأبذل جهدي أني أوفر لهم مادة سمعية أو موسيقية يعني تليق مسامعهم الطيبة. نعم. وحاول قدر الامكان، وبحكم ان انا الاستديو تبعي الهوم استديو في بيتي، فانا يا عين ممكن وضع مختلف عن يعني عن باقي الفنانين، لاني دائما القى جنبي واقعد بالساعات، وحتى اعمالي الى الان انا شغال فيها ان شاء الله، عمل رمضان راح يكون لكم يعني سبق فيه اكيد، هو جاهز. وممكن الوضع بالنسبه لي انا قريب كثير كواقع فني اني انا
أعمالي دائما مطلع عليها في البيت برا البيت، أنا ومدير أعمالي دائما في حوار عن الأعمال ما لا ينقطع. كتير حلو. طيب هلأ بدنا نحكي شوي على موضوع أعمالك اللي إذا بدنا نقعد نحصيها بين ألحان وبين أغاني، خبرني شوي إدي صار عندك الكمية مثلا. والله الكمية ما شاء الله تبارك الرحمن خلال الفترة اللي عدت دائما متزايد، يعني أنا كأعمال ما يمر علي من شهر إلى 45 يوم إلا ما يكون لي عمل ما شاء الله. أعمال كثيرة والتعاونات ربي لك الحمد مع أسماء جدا أنا أحترمها وأقدرها، معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في عمل قائد الله، يعني في أيضا بكل خمس سابق، في أيضا عندي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود مهندس الكلمة، أيضا عندي له كم عمل يجمعني فيه، أيضا قريبا قيد التجهيز، ألحان أخوي الفنان حسام الشيخ أيضا تعرفون الأغنية العملية كلام الأمير وكلام علي الدكتور أيضا من ألحان حسام الشيخ، عندي عمل بعنوان خطير أيضا قادم جدا جميل وخطير أستاذ فاروق على نعم. كلمات شاعر سعودي اسمه فواز باطوق وألحان ملحن سعودي أيضا اسمه خالد الجوهر من لون الخبيتي أيضا بنفس الوقت. أفكر في القريب القادم أني أستهدف التراث الشامي وأبحث عن شيء من الشام وأقوم بتجديده بس قيد البحث إلى الآن يعني. وانا انا بلح عليك، انا ألح عليك. طبعا بتعرف انه بلاد الشام بتتشرف. هلا بدي سؤال كمان بدي احكي، هل انت بتخصص وقت عن طريق السوشيال ميديا؟ لانه في بعض الفنانين اذا ما اكتريتهم بيتواصلوا مع جمهورهم بيفتحوا لايف وبيغنوا، هل انت بهالوارد ولا لا؟ والله انا اذا مش دائما صراحة أنا من النوادر ما أطلع لايف، يعني على سناب شات ممكن على الريكورد، لكن لايف إذا أحس نفسي ما يعني إذا أحس نفسي ما عندي شيء يعني أستطيع أقدمه ما أحس إني يعني بحاجة إني أطلع، ولكن في خطة بعيدة المدى ما أدري خلال الفترة القادمة ممكن ليش لا؟ طبعا ممكن يعني نقدم يعني لقاء لايف قصدك، يعني مثل ما أنا قاعد أسولف معاك ونفس هالطريقة جميل جدا مع الجماهير، بس بحكم ان الانستغرام مثلا او بعض البرامج اخوي فاروق انا ليش اتهرب منها؟ ليه؟ احيانا يعني البث يصير فيه تعليق، يصير فيه يعني ما يكون بجوده الميديا اللي عم تتقدم، صحيح. اي نعم، انا بالنسبه لي ليش متحفظ؟ انه ممكن يضيع تفاصيل ديتيلز، وايضا الناس ممكن تتاخر الحين يكون الحضور 500 بعد دقيقتين يتراجع وبعدين يصعد، فما يكون حد لحق. يعني انه واضح انه انت فنان دايما بتحب المثاليه بكل اعمالك. قبل ما اختم معك بس بدي اقول لك مثلا قديش الاماراتيين محظوظين ببلدهم وقديش المقيمين محظوظين انه عايشين بدوله الامارات العربيه المتحده، قديش مرتاحين، قديش محظوظين، قديش حاسين انه منهم شايلين هم، هالجمله الشهيره باخر هاللقاء شو بتحب توجه تحيه ل الإمارات وللناس اللي عم يسمعوك؟ الله يطول عمرك، كل المقيمين أخوتنا وحبايبنا طال عمرك، وبالعكس نحن سعيدين بتواجدكم معانا وبأنكم يعني تشاركونا حب الأرض المعطاء هذه وحب أهلها، بالعكس نحن سعداء بكل المقيمين وكل الدعم لهم وكل المودة والمحبة، وأفضل كلمة أوجهها لهم خلوكم في البيت، أعتنوا بصحتكم، أعتنوا بصحتكم، واسمعوا فاروق درزي، وإذا قدرتوا شوي تخصصوا لي وقت بعد تسمعوا عمل من أعمالي جزاكم الله خير ما قصرتوا. يا حبيب القلب، بكل الأحوال النجم طارق المنهادي أنا سعيد جدا عطيتني من وقتك، أنت المعروف عنك التواضع والسماحة والطيبة ويعني الخلق الجميل وكل الصفات الحلوة، والله والله منه موضوع إنشاء ولا موضوع إطراء، إنما هيدي الحقيقة عم بقولها، والقلب يتكلم وليس اللسان. أنا بشكرك من كل قلبي طارق المنهادي، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات بقلب استديو أوليا رب.
يا رب طال عمرك وشكرا على كلامك الطيب، وانت طيب والطيب دائما نشوف الناس طيبين. استاذ طارق يسعد مساك يا طيب. تحياتي لك وللمخرج الحبوب، تحياتي لعلي داب، وصلوا له سلامي. وصل طبعا حبيبي، شكرا لك، باي باي. حياك الله على عيني. شهر الصيام شهر المحبة والوئام، شهر النفوس الراقية أعمالها أصدق كلام. رمضان جنة للقلوب، أبوابها صيام وقيام، تلاوة آيات الحكيم واصدق مودة واحترام. رمضان جنة للقلوب، أبوابها صيام وقيام، تلاوة آيات الحكيم واصدق مودة واحترام. والخير كله والسلام، يومه فضيل وليلته نور لنا وسط الظلام. فينا السكينة تنزرع، والخير كله والسلام، يومه فضيل وليلته المحبة والوئام.